السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على الكوتشي الرياضي الجلد الطبيعي اللي بتقدمه لنا شركة ريفن. الكوتشي معمول بتصميم كاجوال بمواصفات رياضية، مستخدمين فيه مواد طبيعية كلها من جلد ونعل، كله طبيعي. الوش اللي موجود فوق ده مصنوع من الجلد الطبيعي. طبعا الجلد الطبيعي من خلق ربنا، فربنا خالق لنا الجلد بيبقى مسامي، وفكرة ان الجلد مسامي هي ان هو بيسمح بدخول وخروج الهواء على القدم، فبيخلي ان الشوز تبقى بتتنفس، فبتساعد على الرجل على عدم التعرق، وبيؤدي برضو لراحة كبيرة جدا ان اللي بيلبس الشوز لفترات طويلة. طبعا دي اكبر ميزه موجوده عندنا في الجلد الطبيعي، ان هو بيسمح بدخول وخروج الهواء عشان يخلي الرجل تتنفس، فده بيساعد على الراحه التامه يعني للقدمين وعدم التعرق. تنظيفه بيبقى سهل جدا، يعني احنا ممكن الجلد الطبيعي بننظفه بفرشه اسنان، وممكن ان احنا ننظفه باستيكه اللي هي البنسل اريزر، وممكن ان احنا نستخدم كمان في حالات البقع ورق الصنفرة. دي الادوات اللي احنا بنستخدمها في تنظيف الجلد الطبيعي. طبعا فرشة الاسنان بنستخدمها علشان نشيل التراب اللي موجود على الفردة كتنظيف من التراب. الاستيكة للبقع الخفيفة والمتوسطة اللي هي نقدر ان احنا نشيلها، اللي هي ما بتسبخش يعني اللون، اللي هي بتبقى البقع بتبقى على القشرة الخارجية. وبنستخدم الصنفرة للبقع الغويطة أو البقع اللي هي شربت فيها لون، فبنستخدم فيها الصنفرة الناعمة. فالتنظيف بتاعه بيبقى سهل جدا 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 جدا. يعني احنا ممكن نجرب الجلد الطبيعي لما بنيجي ننظفه، لما ننظفه بالأستيكة بتشيل الاوساخ اللي بتبقى موجوده بمنتهى السهوله، بتطلع من عليه بمنتهى السهوله. وفرشه السنان بنحافظ على الشعره بتاعت الشمو تاني، ان هي ترجع تاني للشكل الطبيعي اللي هي كانت معموله بيه اول لما جبنا الشوز، فبتحافظ على الشكل وبتحافظ على نظافه الشوز بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله، وما بيبقاش فيه اي مشاكل بالنسبه لتنظيف الشوز. طبعا الجلد الطبيعي هو بيبقى مقاوم للحرارة، وطبعا ده بيبقى اشهر اختبار معمول يعني بالنسبة للشوزات، ان احنا بنحطه على الجلد الطبيعي على النار وبنشوف ان هو ما بيتأثرش بالنار خالص، ما بيحصلوش حاجة. يعني احنا بعد ما عملنا الجلد على النار، الجلد زي ما هو ما حصلوش اي ضرر. طبعا هنا اللوجو مكتوب عليه 100% pure laser، 100% ريل ليزر، دي علشان خاطر برضو ايه العميل يبقى موجود معاه الشعار بتاع الجلد الطبيعي. طبعا احنا مركبينه على الهاند تاج بتاع الشوز، فكل الشوزات بتبقى موجود عليها اللوجو بتاع شعار الجلد الطبيعي. ده بيبقى الشعار بتاع الجلد الطبيعي ومكتوب عليها ان هي 100% جلد طبيعي. بنستخدم البطانة الداخلية، بنستخدم خامات النسيج. طبعا خامات النسيج بتساعد مع الجلد على التنفس زي ما قلنا قبل كده، وبرضو بتساعد في حالة التعرق، ان هي بتشرب العرق بتاع الرجل، فبتدي راحة برضو زيادة، وكمان ان هي معمولة من خامات معالجة علشان خاطر تقدر تستحمل لفترات كبيرة جدا. العمر الافتراضي بتاع الشوز الجلد الطبيعي طبعا بيبقى اضعاف مضاعفة للخامات المصنعة من التخزين ومن الاستخدام الكلام ده كله. الجلد ما بيحصلوش حاجة، بيحافظ على نفسه، ما بيتضررش. واستخدمنا مع نفس الشوز دي، استخدمنا معاها نعل طبيعي وهو مستخرج من مادة الرابر، ومادة الرابر دي مادة طبيعية بتطلع في الشجر، وأشهر الأماكن اللي بيطلع فيها في تايلاند. فبنستخدم المادة بتاعت الرابر دي، وبالمناسبة مادة الرابر دي هي اللي بيتصنع منها الإطارات بتاعت السيارات، كاوتش العربيات يعني. بيتصنع من المادة بتاعت الرابر دي كاوتش العربيات، علشان أسباب كتير، إن هو بيقدر إن هو يتحمل الاحتكاك بالأرض، بيساعد على عدم الانزلاق، بيحافظ على نفسه إذا كان بتمشي على مية أو بتمشي على سيراميك أو بتمشي على رخام أو بتدوس على أي أسطح ناعمة، فهو الرابر بيساعد على إن هو ما بيتزحلقش بسهولة. وكمان التصميم اللي احنا عاملينه لفردة النعل من تحت بيساعد على دخول وخروج المية، لما تيجي تمشي في مية
الميه بتطلع من تحت الجزمه بحيث ان انت ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الخطر تحت رجليك وانت بتتحرك بالجزمه. وكمان لما جينا نعمل الشوز حبينا ان احنا نساعد على سهوله الخطوه بيها، فركبنا قطعه الباطس، ده اسمه باطس، ده بيبقى موجود جوه الشوز، بيبقى موجود هنا تحت الفرش. هحاول ان انا اشيل الفرش، بس هو الفرش ملزوق كويس جدا، فهي بتبقى موجوده هنا اهي، يعني انا حاولت ان انا اكشفها علشان تبان معانا. بتبقى متصنعة من 3 خامات، كرتون وفبر اللي هو لونه اسود، وفي قطعة الحديد اللي موجودة هنا دي. قطعة الحديد دي مع الفبر مع الكرتون دي كلها بتبقى موجودة جوه الشوز، ما بين الابر اللي هو الوش وما بين النعل، هي دي اللي بيتم التجميع عليها. لكن المواصفة اللي هي بتبقى موجودة بيها، هي بيبقى موجود فيها هنا قطعة الحديد دي. قطعة الحديد دي بتساعد على ان الرجل ترجع ترد تاني، يعني انا لما باجي احرك رجلي جوه الشوز دي بترجع رجلي تاني لتحت، فبتساعد معايا الخطوة، فبتخلي الخطوة بتاعتي بتبقى اسهل. فدي بتبقى موجودة في اغلب الجزم الرياضية علشان بتساعد الرياضيين على خطوة سريعة وبدون ارهاق، يعني هي بتساعد على ان الواحد لو عايز يجري، لو عايز يمشي فترات طويلة، بتساعده على المشي وعلى الحركة بدون تعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.